لله رب العالمين. أنا الفاتح الحسنين طبيب باطني. أول عملية عملتها في الظهر سنة 2000، وكان اللي غضروف بين الفقرة الثانية والثالثة. وثاني عملية عملتها في الأردن عام 2004، وكانت أيضا الغضروف بين 3 و4، وتركت الفقرات الأخيرة وفيها غضروف أيضا. ويعني حاولت أن أتعالج بالعلاجات الإضافية، فيتضح أنه حتى العمليات اللي عملتها أخرجت نتوءات عندما برئ الجراح، وصارت تضغط على العمود الفقري الشوكي وتسبب لي ألم كثير. سمعت في الحقيقة عن الأخ إسلام وعن علاجه بالخلايا الجذعية، ففرحت كثير. وبعد أن خرجت من المستشفى، أنا كنت نايم في مستشفى ميديبول في إسطنبول لمدة عام كامل، فعندما خرجت قابلته عند أحد أصدقائي الأحباء وبدأنا في العلاج، فشعرت بتحسن من أول وهلة، شعرت بتحسن والآلام خفت، واستطعت أن أقف على رجلي وأمشي بالمشاية، وكل مرة متحسن. إن شاء الله ربنا يجزيك الخير ويعطينا كمل لنا الشفاء العاجل والصحة العاجلة إن شاء الله. يعني العلاج مش بس جرعة واحدة زي ما بعض الناس بيروجوا لها. صحيح صحيح. يعني عدة جرعات، قديش لك بتتعالج؟ هو مفروض الناس تفهم أنه ما في علاج يعني تمشي الشفاء منه أو به من أول جرعة أو ثاني جرعة، فخاصة الخلايا الجذعية والأشياء المزروعة وهذه دي. فأنا الآن لي الشهر الرابع الثالث بأخذ في هذه الخلايا، وتمنيت أن الدكتور لو كان في مكان قريب يعني إذا ما جاء يكون إحنا نروح له ويستمر معنا في العلاج هذا. وأنا في الحقيقة حتى يعني نفسيا تغيرت كثير وماشي بتحسن. يعني انت بدك تقول للناس انه العلاج بالخلايا الجذعيه هو مش عباره عن عصا سحريه صحيت الصبح ضربك ابر الدكتور وتغير كل حياتك. صحيح. هي عباره عن علاجات متكرره. هو الاسم يوضح هذا الامر، هي خلايا. الخلايا زيها زي اي يعني نبات اخر بتزرعه في الارض، ما بينبت في يوم واحد، عايز مده عشان يخرج ويكبر ويعني يفرهد ويأتي ثماره. كذلك الخلايا الجسدية بتدخل في المكان اللي بيضربوه فيه وبيدخلوها، وتبدأ في التوالد وفي إحياء الخلايا القديمة أو استبدالها، والإيتام بخلايا جديدة يعني لنفس النوع والعضو اللي مضروب من أجله الخلايا الجسدية، فبتحتاج الزمن بكل تأكيد. أنا شخصياً متفهم هذا الأمر سأكون بيدي حقيقة. علاج أخونا دكتورنا إسلام أفادنا كثير الحمد لله رب العالمين. الآلام كانت متصلة وعدم الحركة كان يسيطر علينا في كل الأوقات. أنا الآن أمشي، أنا بالمشاية أمشي جيد جداً. يعني صرت تمشي على رجليك؟ أمشي على رجليك. الحمد لله. كنت قبل العلاج كنت تمشي؟ صعوبة شديدة ما أقدر أمشي، حتى لو وقفت ما أقدر أمشي. قول لأخونا إسلام اجتهد لقدامه وقوي نفسك وقوي معلوماتك، وأي معلومة تطلع في الدنيا تقرأها وتسيطر عليها وتمشي عليها، وثق أنك أنت في الطريق الصحيح، لا تتردد ولا تخجل. إن شاء الله. ونحن معك في كل الظروف الأفضل. دعوة عن ظهر قلب. الله يحفظك ويبارك فيك وينجحك إن شاء الله. ويوفقك. الله يحفظك ويهديك لما يحب ويرضى.